تختلف احتفالات اللاعبين من تسجيل الأهداف في مباريات كرة القدم، وتختلف معها المعاني والأسباب، ويتميز كل لاعب باحتفالية خاصة به، حيث يبدع كل لاعب بطريقة احتفاله بالهدف، إذ يقدم من خلالها رسائل خاصة به، أو يوصل بها رسائل إلى أشخاص أو منظمات أو بلدان أو رؤساء. لكن في بعض الأحيان قد يسبب احتفال اللاعب بعض المشاكل مع الجماهير دون قصد، واحتفال اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري أحسن مثال. فقد كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تحذير إدارة بايرن ميونخ لفرانك ريبيري من الاحتفال بأهدافه بطريقته المعتادة، وطالبت إدارة البايرن من اللاعب الفرنسي بعدم تكرار احتفاله لتجنب سوء الفهم، حيث يشير بإصبعيه الإبهام والسبابة على شكل دائرة. فرغم أنها إشارة عادية في ألمانيا وتعني أن كل شيء جيد، إلا أنها مهينة في بعض الدول الأخرى مثل اليونان وتركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك. وتصدرت صورة ريبيري غلاف صحيفة فوسبال بيد التي عنونت بايرن ميونخ يمنع ريبيري من طريقة احتفاله. في النهاية شاركونا في التعليقات الاحتفال الذي لا يمكنكم نسيانه.